حاجات كتيرة تكسب تفاصيل حياتنا كل يوم. لو أنا وداعك وحبي يلمس قلبنا وقت اللزوم، أيام تفوت وسنين تمر بين السعادة أو الهموم. ساعات حلاوة الدنيا بتطلع من قلب الجرح، واللي شاف العذاب يقدر يعني ايه الفرح. ساعات حلاوة الدنيا بتطلع من قلب الجرح، واللي شاف العذاب يقدر يعني ايه الفرح. اوقات بتبان ظالم وساعات وسنين تمر بين السعادة والهموم. كل ده نوم؟ أنا كنت هخش أصحيكي دلوقتي. حد جاله نوم أصلا؟ الطعمية سخنة مولعة، ممكن تاكلي واحدة على بال ما أصحي الباقية وأجيلك؟ عليا لولو اصحي بقى زوزو. أهلاً، قلقتيني عليكي. يلا عشان الفطار سخن. يلا يا لولو. يلا يلا صباح الفل. انا هعمل الشاي وانتوا قابلوني على الصوف. يلا يا نانسي. ايه يا سليم، طمني على امينه. مفيش حاجه تطمن. هنيه بتقولي انها مش عايزه تعالج. طيب يا اخي اتكلم معاها، اقنعها انكم تسافروا بره تكمل علاجها هناك، وانا مستعد ابعت لها التحاليل بتاعتها النهارده. انت عظيم يا بابا. اه
بقى انا من الطريقه دي. انت بتتريق يا ولد ولا ايه؟ لا والله بتكلم بجد، انا مقدر قد ايه انت خايف عليها وعايزها تخف وعايز تساعدها، بس مش كل حاجه بمزاجنا. انا مش هقدر اضغط عليها انها تعمل حاجه مش عايزه تعملها، بس عشان انا شايفها صح. مش فاهم قصدك ايه. احنا الاثنين مختلفين. ايوه. انت مش دايما مقتنع باختياراتي، وانا كمان على فكره مش دايما مقتنع باختياراتك. اه طب بس احنا بنقول لبعض حاجات وبنخبي حاجات عشان عايزين نحمي بعض. طيب يا رب هي تعقل. يا كمان مش كل حاجه يحكم فيها العقل. انا عندي احساس وحش جوايا، مش عارف ادي الامينه الحاجه اللي ادتها لي، اللي خلتني ابقى عايز اعيش. عارف يحيى الصغير خليني احس باحساس عمري ما كنت متخيل ان انا اقدر احسه، واتمنى ان امينه تكون معانا ان شاء الله. اللي انت بتقوليه ده جنان. من فضلك يا نادية اهدي، سيب البنت تدبر امورها وتشوفها تعمل. مفيش ترتيب امور المره دي يا زوزو، انا مش هرتب اموري ولا هظبط حياتي. الموضوع المره دي اكبر بكتير من شهرين ثلاثه في المستشفى واطلع سليمه. المره دي مختلفه يا نادية، دي عمليه وزرع النخاع، نسبة الفشل فيها 50%، ونسبة النجاح كمان 50%. بالظبط يا نادية، يعني يا صابت يا خابت. وحتى لو صابت، انت فاهمة ان انا هفضل عايشة على لغم كده ممكن يفرقع في وشي في اي لحظة، ممكن جسمي يرفض النخاع في أي وقت، ممكن أي فيروس أي برد أي حاجة يضيعوني، وأنا هفضل عايشة إيه في تفاصيل بقى ومستشفيات وأدوية لحد في الآخر إيه. بس مستعدة إن أنت ممكن أموت. كلنا هنموت، دي فيها ناس وناس يا لولو، بس عايزة افضل عايشة اللي فاضل لي مش متبهدلة. ايوه بس انت الوحيدة اللي ممكن تقول هعديها المرة دي زي ما عديتها قبل كده. انك تعيشي كده من غير علاج ده مش بهدلة. بصوا يا جماعة، عشان انا ما فيهاش حمل للمناهدة خالص، والصراحة أنا نفسي أقضي وقتي في حاجات ألطف من الدايرة اللي إحنا مش بنطلع منها دي. أنا مش هتعالج. ده قراري ومش هرجع فيه. أنتوا بقى عايزين تقبلوه مش عايزين تقبلوه، أنتوا حرين. بس أنا مش هرجع فيه. أنا طالبة منكم حاجة واحدة بس. أكمل اللي فاضل لي في وسطيكوا وفي سلام. أنا عارفة إن هو مش قرار سهل، ولا سهل عليا إن أنا آخده، ولا سهل عليكم إن أنتوا تقبلوه، بس أنا مش هرجع يا عادل. اسيبها كده يعني؟ افرض انها اخدت شهرين ولا ثلاثه وما هديتش، افرض انها ما هديتش خالص، ايه اسيبها كده اعمل نفسي عبيطه وما اكلمهاش؟
يا نادي، امال احنا موجودين جنبها ليه؟ مش عشان نهديها لغايه لما تاخد قرارها الصح؟ انت ناسيه المره اللي فاتت انها اخدت شويه وقت عمال ما عرفت تاخد قرار. ايوه المره اللي فاتت حاجه والمره دي حاجه تانية خالص. المره اللي فاتت كانت ناجحه في شغلها، كانت بتحضر نفسها للجواز، كان عندها نفس تتعالج علشان ترجع لحياتها الطبيعيه، انما دلوقتي كل حاجه متلخبطه عندها. بص يا نادية، أمينة بتحارب اللي عندها ده علشان نفسها، لا عشان سليم ولا علشان عشان تتمسك بالدنيا بتاعتها. أنا عارف إن قرارها ده صعب عليك. صعب إيه؟ مستحيل مستحيل، دي بتذبحني بسكينة تلمة يا عادل. أنا واثق إن أمينة هتغير رأيها، بس لحد ده ما يحصل المفروض إن إحنا نبقى أجمد من كده، مش بس علشانها هي، علشاننا احنا كمان. انا مش قادره افكر في اي حاجه غير امينه. يعني انت فاكره ان امينه هتهدى لما تشوفك مكسوره كده؟ يعني اعمل لها ايه؟ اسيبها كده يا عادل؟ ما تضغطيش عليها يا ناديه، انا عارف انه صعب عليكي. يا ستي طلعي غضبك ده عليا انا. بالمناسبة كمان، الكلام اللي انت قلتيه عليا المرة اللي فاتت ان انا كدكتور مقصر، لو انت فعلا، انا اسفة يا عادل، والله ما كنت اقصد. انا عارفة انك انت احسن واحد ممكن يعالجها، انا اسفة. نادية لازم تفهمي حاجة، انا مش بس عم الاولاد، ولا انا كمان دكتور امينة. لازم تفهمي ان انا معنى ان انا واقف جنبك ان انا بضغط عليكي. ايوه يا عادل، انت عايزني احس وانا مش قادره احس باي حاجه غير ان انا خايفه على امينه وبس. ناديه احنا مش مكان ندوس على الزرار المشاعر تطلع، ندوس على الزرار المشاعر ترجع. انا مش قادر افهم انت بتعاقبينا ليه؟ الدنيا هي اللي بتعاقبني، تاخد مني كل حاجة بحبها أو أي حد بحبه. أديكي جيتي بنفسك وشفتي، هما مش هياخدوا فلوس الديبوزيت بس، هما هياخدوا الفلوس كلها. طب انا يا حسن اعمل ايه؟ الموضوع مش في ايدي، هي ظروف وحلت عليني فوق دماغنا. انا عارف بس انا كمان مش فاهم، انت في الاول قلتي لي امين عيانه فهنأجل، قلت لك طبعا هنأجل حاضر. وانا دلوقتي مش فاهم احنا بنأجل ولا بنلغي ولا بنعمل ايه بالظبط؟ بنلغي ليه؟ احنا هنأجل بس لمجرد ان امينه ان شاء الله. لا ايوه ان شاء الله ايه؟ يعني ما هي امينه لو هتتعالج سهله، هنعرف نحسبها امتى هتبقى تمام فنعرف نعمله امتى. انما دلوقتي انا مش فاهم احنا مستنيين ايه بالظبط. ادخل. خدتي غرضك مني امبارح ومشيتي؟ ما انا قلت لك امبارح ان انا مش ناوي ارجع البيت حتى لو كنت جيت لك. تشرب ايه؟ لا تمام. طيب اهو. عايزة تقضي اللي فاضلك في سلام مع الناس اللي بتحبيهم؟ ازاي انا مش واحد منهم؟ عشان انت قدامك حياة جديدة يا سليم، في بيبي وهيحتاج حب ووقت ومجهود اكتر من العادي كمان عشان مامته مش موجودة. امه ممكن تكون موجودة على فكرة، بس لو تبطل تعند وتقبلني وتقبله. أنا قابلة نفسي بالعافية. أنا بحاول أرضى وأقبل الوضع اللي اتفرض عليا، بس عشان أعمل كده أنا محتاجة أبقى مرتاحة يا سليم. بعدك عني هيريحك.
اللي هيريحني ان انا عارفه ان انت هتعرف تكمل من غيري. انت الدنيا اديتك فرصه جديده، خدها. يمكن البيبي ده جه في وقته عشان تعرف تملى الفراغ اللي هسيبه لما امشي. أمينة، في فرق بين إنك تمشي عشان ميعادك جاي وبين إنك تمشي عشان أنت فاكرة إنك كده بتحميني وبتحمي نفسك من الوجع. بس أنت كده بتتسببي في وجع أكبر. أمينة، بطلتي تحبيني؟ يعني بتحبيني ورغم كده بتبعدي؟ أنا عشان بحبك ببعد. وعدني انك هتحاول عشان خاطري. اوعدك ان انا مش هبطل احاول. مش عارفه اقعد معاها بصراحه لوحدنا، اصل لو قعدت معاها هتخانق معايا وهي مش طايقه حد يعمل لها كده. حتى محكمه دماغها ومنشفاها برضو. اول مره احس ان امينه بصراحه يعني بتفكر غلط وبتختار غلط. شايفه دماغها قوي ومش عايزه تسمع كلام اي حد، مع ان كل اللي حواليها عايزين يفتحوا لها سكك تانية. صحيح، بالنسبه للسكك الجديده بتاعتك انت بقى اخبارها ايه؟ ماما احنا بنتكلم في ايه وانت بتقولي ايه؟ يا حبيبتي اللي احنا فيه هنفضل فيه وهيزيد علينا كمان، علشان كده لازم تفهمي يا ساره ان مدام شريف عارف هيفضل يلف ويبرم ويدور حواليكي، يبقى لازم يا حبيبتي تقطعي عرق وتسيحي دمه. الله، ده الموضوع طلع سهل قوي. مدام هو سهل كده، ما تحليلي المشاكل اللي بالكون. يعني مثلا لما هتجوز زياد طبعا هيجي يقعد عندك علشان نخلص من رخامه الوضيع. اتحرم بقى ساعتها من ان يبقى ابني في حضني؟ ولا اجيب رامي اللي لسه هنبقى عرسان جداد ونيجي نعيش معاكم؟ فبدل ما يشيل همي انا لوحدي، لا يشيل همي انا وابني وابويا وامي. هنفكر مع بعض يا ساره يا حبيبتي. ماما انا ما بعملش حاجه غير ان انا بفكر طول الوقت، قاعده بفكر. بفكر في ابني اللي انا خايفه انه يتاخد مني في اي وقت. بفكر في نفسي. زياد اذا كان متقبل فكره ان انا هتجوز علشان هو بس يعني لسه صغير، ممكن كمان سنه او سنتين يستصعبه. بفكر في الشغل، ده انا لسه راجعاله وحاربت علشان ارجع له. هقولها تاني، هرجع محلك سر واغيب واتاخر. بفكر في رامي، لان انا مش عارفه اذا كان هيستحمل كل المشاكل اللي انا فيها دي ولا لا. ما بعملش حاجه غير ان انا بفكر 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 لحد ما دماغي هينفجر. صباح الفل يا زوزو. صباح النور يا حبيبتي. يلا يا بت. ايه؟ خلينا مع بعض ولا ايه؟ هنعدي على شهد شويه بالليل. بس بقول لك ايه، انا بفكر اعدي على البيت عشان اجيب الفستان اللي هلبسه في فرحك. هو محتاج يتظبط بس شويه. لا بس ايه؟ ما هو ايه؟ وراكي حاجه؟ مش فكره بس. طب خلاص انا هروح البيت لوحدي. ماشي يا عليا، وهقابلك هناك عند شهد بالليل. فكرة ان احنا احتمال بس نأجل الفرح. ايه؟ بصي يا علي يا حبيبتي، انت مش هتأجلي الفرح، انسي، مفيش تأجيل. احنا ما صدقنا الفرحة جت لحد عندنا، ايه هنضيعها ونحط ايدنا على خدنا؟ ايه الهبل ده؟ والله قلت لها الكلام ده، مفيش فايدة. يا بنتي نفسنا نفرح يا حبيبتي. بالظبط يا شيخة، حرام عليكي، ده انا بتنشق على الفرحة.
أي أمينة، بس إحنا نفرح إزاي في الظروف أصلاً المهببة اللي إحنا فيها دي؟ ظروف إيه؟ ظروف أنا؟ طب ده المفروض تبقي عايزة تفرحيني. أنتِ مستكترة عليا فاسلة أنتِ إن أنا أفرح عشانك؟ فاسلتي والله، وكبرنا وبقينا بنأجل أفراح. هبلة قال تأجل الفرح، قال مفيش تأجيل، مفيش تأجيل. هتقعد بنت كبرت وبتقولي أجل الفرح مش أجل. بطلت تروح الشغل ولا ايه؟ بجد بطلت تروح الشغل؟ كنت حاسس انك جاية. احساسك كداب، انا مش راجعة البيت، في شوية حاجات نسيتها جيت اخدها. موحشتكيش؟ ما انا لما احتجت لحضنك جيت من غير عزومة. مشاوير مع عليا لازم امشي، هجيب شويه حاجات بس. انت هنا؟ طب كويس عشان تقعد مع الولد، وانا رايح اعمل لك كم اكل كده احطهم لك في الثلاجه يبروك. انت اتمقت بس يعني بس. اتهدت فوق دماغها من ساعة موضوع ابن سليم ده، غير التعب اللي جه وكمل عليها. ربنا يقومها بالسلامة. أمينة طيبة وربنا مش هيسيبها. طب ده موضوع أمينة، أنت بقى في إيه؟ يعني ماما كل اللي أنا حكيته لك ده شوية؟ ما هو اللي حكيته لي منعك تجيلي في خلاني أجي على ملا وشي. انما انت من الاول خدتي اجازه عشان تنزلي اسكندريه. هاتي من الاخر. انا نفسي مش عارفه اولي من اخري. انت لسه بتشوفي عمر؟
لسه بتشوفي عمر بعد اللي حصل ده كله؟ ده انت لسه دمعتك ما نشفتش على اختك. على فكره انا اختي مش فارق معاها موضوع عمر ده خالص، هو بس اللي كان مزعلها مني ان انا ما قلتلهاش. على فكره هي قالت لي بنفسها اهم حاجه تكوني مبسوطه وسعيده، هو ده اللي فارق معاها. بس مش ده اللي فارق معايا. ليه بقى ان شاء الله؟ انا خايفه اظلمك تاني، وانا شايفاك بتظلمي نفسك واقف ساكتك. وانا هظلم نفسي ليه؟ انا خايفه من موضوع عمر ده لا يكون مرغوب فيه عشان هو ممنوع يا شهد. انا مش واطيه قوي كده. انت لا واطيه ولا حاجه يا حبيبتي، ولا محتاجه تثبتي لاي حد ان انت ليكي قيمه حتى قدام نفسك. يعني انت ظلمتي زمان لما ابوكي اتخطف منك، وخايفه لا يكون من غير ما تعرفي تعلقتي بعمر عشان عايزه تاخدي حقك من امينه وناديه ومن الدنيا يا شهد. بصي انا مش المفروض اقول لك الكلام اللي انا هقوله ده، بس انا هقوله. انا فاكره كويس جدا ان جه عليا يوم كنت بتمنى النفس اللي يخرج ما يدخلش تاني، كتر المرمطه اللي شفتها في العلاج لما رجع لي تاني. بس برضو فاكره كويس جدا ان كنت اول ما بقف على رجلي كنت بدعي ربنا كل يوم انه يزود في عمري يوم كمان اعيشه فيها. اصلها بنت كلب حلوه قوي. مياده. ايه ده؟ مياده البنت رجعت. ازيك يا مياده؟ ازيك؟ عامله ايه؟ لا مفاجأة حلوة فعلا. اهلا اهلا. اخيرا 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 الحمد لله على سلامتها. الله يسلمك. انا الله يسلمك. جميلة. يعني اعرف بالصدفة كده؟ يعني احنا في الفرح منسيين يا ستي؟ منسية؟ منسية ازاي بس؟ انت اللي رجعتيها الحضن تاني. مش انت اللي رحتي الحضن؟ مش عارفة لحد دلوقتي قلتي له ايه؟ هو مش عايز يقول لي لحد النهاردة على فكرة. بس كأنك كده اديتي له قلم توالتيه خليتيه رجعها لحضن تاني. والله العظيم والله انا لو طول اديكي الباقي من عمري كله. انا خلاص انا كده راضيه ومستكفيه قوي. الحمد لله الحمد لله على سلامتها. الله يسلمك. بس انت عملتي ايه قولي لي؟ قلتي له ايه؟ ما قلتلوش حاجه والله يا مياد. انا بس فهمته محدش بيختار الموت والمرض، بس بنختار نعيش اللي فاضل لنا ازاي ومع مين. انا عارفه ان انا اختصت جامد قوي اليومين اللي فاتوا منك. انا ما كنتش عارف هو ده ضغط ولا ده عايز توصلي رساله معينه مثلا. هو فعلا كان ضغط، ضغط نفسي عليا مش عليك خالص. مين امينه؟ امينه رجع لها التعب تاني يا عمر، وللأسف بقى أنا مش عايزة أكمل علاج لأن العلاج المرة دي هيبقى صعب قوي عليها وفي مخاطر كمان. ولو قررت بقى تتعالج أنا لازم أكون جنبها لأن أنا اللي هنقلها نخاع، وده السبب اللي خلاني أجي مصر أصلا. أنا مقدر كل الظروف اللي أنت بتقوليها دي واللي أنت حاسة بيه، بالذات كمان يعني لو حاسة أي إحساس بالذنب ناحية أمينة. أنا فعلا عندي إحساس بالذنب، بس مش ناحية أمينة، ناحيتنا احنا. ناحيتنا احنا ليه؟ أنت مش شايف إن احنا مدين الموضوع أكبر من حجمه؟ موضوع يا شهد؟ موضوعنا أنا وأنت. احنا في البداية كنا معجبين ببعض زي أي اتنين عادي جدا، بس أنا بسأل نفسي احنا وصلنا للي احنا فيه دلوقتي إزاي؟ عمال أسأل نفسي عشان معجبين ببعض بس ولا عشان حاجة تانية؟ وانت معايا فعلا ومش عارفة انت معايا ليه؟ لا مش عارفة، وانت كمان على فكرة متعرفش يا عمر. الإجابة كانت هتبقى سهلة قوي حاجة زي كده، يعني لو احنا اتنين عاديين وعجبنا ببعض ووصلنا للي احنا فيه ده، بس للأسف احنا دخلنا في عكة كبيرة قوي والظروف اللي حوالينا مش مساعدانا ان احنا نعرف إجابة السؤال ده. انت كنت خطيب أختي، اكتشفت مع الوقت ان انا اخت خطيبتك، فوارد نكون كملنا مع بعض عشان
نثبت حاجة لنفسنا، مش عشان معجبين ببعض حقيقي. تفتكري يعني انك ممكن تكوني بتحبيني عندي في أمينة؟ ممكن تقول عندي في الدنيا بشكل عام، وانت كمان ما تنكرش ان انت لسه مصطفي من ناحية علاقتك بأمينة. هو انا اتجرحت في موضوع أمينة ده جانب، ممكن اكون انا كمان ساعدت على ده، بس انا مش عايل قوي كده عشان ابقى مع واحدة عشان اضايق واحدة تانية. انا مش كده. خليني معاك في اللي انت بتقوله. احنا مع بعض عشان حبينا بعض بجد، بس السؤال بقى، احنا هنقدر نستحمل نظرة الشك في عينين كل اللي حوالينا؟ نظرة الشك دي مع الوقت احنا هنصدقها، وفي الاخر علاقتنا احنا هتبوظ. ما شغالة يا حسن، ما في ايه بقى؟ شغال يا ابني، جرب هات حاجه على اليوتيوب كده. ما طبيعي يعني يا حسن ما مش متوصل للنت. نت ايه؟ امال سمارت ايه وزفت ايه فوق دماغك؟ لا ايه النعمه انت السمارت؟ انت مش فاهم حاجه. شوف ربنا يا اخي، عشان لما انا سالتك ايه المشكله قلت لي مش هتعرفي. لا ما احنا سيبنا المفاهيم كلها لابو علي خلاص. سهلين مجاني بقى حبيبي. خلاص بقى، ايه الظرف ده؟ طيب ابو علي اسيبكم انا بقى. لو اي حاجه عطلت بقى معاك تاني يبقى هات الاستاذ. يلا سلام عليا. سلام. اتهبلتي عليا ولا ايه؟ ايه يا حسن، هي القافيه كانت كده يعني. وبعدين انت مش تعليم مجاني عشان تقفش، هزاره وعدت. الهزاره دي تهزريها مع اصحابك يا حلوه. لازم تفهمي ازاي تحترميني قدام الناس، وما تزلطيش عليا في اي زيطه وخلاص. انا ما زلتش يا حسن، كنت بهزر عادي يعني. لا ما هو واضح ان التهريج العادي بتاعك ده فيه غشوميه، فريد تفكري شويه قبل ما تهرجي التهريج العادي بتاعك ده، عشان انا ما بحبش الغشوميه دي يعني. حسن هو انت ازاي شخصين كده؟ انا مش فاهمه يعني. أنا ساعات بحس إن أنت بتحبني وبتخاف عليا، وساعات تانية بحس إن أنت بتخوفني. يلا طلعيني من النوم كمان. يخرب بيت النكد اللي أنت معيشه. تعرفي بقى تخلصي ولا خلصي فعلا ما عرفت؟ لا يا حسن أنا مش هخلص يا حسن، عشان الموضوع أصلا مش مستاهل كل اللي أنت عامله ده. والله أنا اللي أقول إيه اللي يستاهل وإيه اللي ما يستاهلش. وبعدين ما أنت متربية في بيت كله ستات، هتفهمي الحاجات دي إزاي؟ لما فيهم حد قال لك تتعاملي مع الراجل اللي معاكي ده إزاي أصلا، ولا تحترميه إزاي؟ ده أنت بتضحكي في وشي. ما انت بتعملي ايه في ظهرك؟ كل ايه بعمل ايه في ظهرك؟ بتتكلم على تلبيسه انا يا حسن؟ بتجيبني واحده من الشارع ولا والله اللي في الشارع مش بالخباء ده. انت معقد يا ابني، انا مش عارفه مراتك كانت مستحملاك ازاي؟ دي ربنا يرحمها. بتتكلمي على مراتي ازاي؟ انت بتتكلمي على مراتي ازاي؟ اه! انت بتجيبي سيرك مراتي ليه؟ اه! انت مالك انت من مراتي؟ انا اقوم عليك. عارف يا شام، عارف، بس بجد مفيش حاجة تقدر تساعدني بيها. أكلمك بعدين. Merci.